السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة قصص. اسمع واستمتع. قصتنا اليوم عن العدل أم الظلم؟ فلنبدأ. كان يا مكان، كان للملك ولدان، إحداهما كان ماكر ظالم والآخر عادل لطيف. بعد موت والد، قال الأخ الأكبر للأخ الأصغر: غادر من هنا، لن أعيش معك بعد اليوم. هذه 300 قطعة ذهبية، نصيبك من الأملاك والدنا، خذهم وارحل من هنا. أخذ الأخ الأصغر الذهب وترك البيت أبيه، واشترى البيت وعاش فيه بمفرده. وفي أحد الأيام التقى الأخوان في الطريق مصادفة، وكان كل منهما على حصانه. حي الأخ الأصغر الأخ الأكبر قائلا: الله في عونك يا أخي. غضب الأخ الأكبر وقال: أنا لا أؤمن بالله. فتعجب الأخ الأصغر وسأله: لماذا؟ رد الأخ الأكبر: لأن الظلم في هذه الأيام أفضل من العدل. فاستغرب الأخ الأصغر وقال له: أراهنك على أن العدل أفضل من الظلم. فتراهنا على 100 قطعة ذهبية، واتفقا أن يترك الأمر الحسم في هذا الموضوع لأول رجل يلتقيانه في الطريق. وبعد أن سارا قليلا حتى التقيا بشيطان متنكرا في زي راهب، فطلب منه أن يحسم فيما بينهما: ما هو الأفضل، هل العدل أم الظلم؟ فأجاب الشيطان: الظلم. فأعطى الأخ الأصغر للأخ الأكبر 100 قطعة ذهبية، وتراهنا على 100 أخرى، وتراهنا في المرة الثالثة. وفي كل مرة كان الشيطان يتنكر ويظهر لهما بهيئة وأشكال مختلفة، ويقول لهما أن الظلم أفضل من العدل. هكذا فقد الأخ الأصغر كل ماله، فقال: الحمد لله، لم يبقى لدي المال، لكن لدي عينين، وأرى بعيني أن العدل أفضل من الظلم. اشتد غضب الأخ الأكبر وأخرج سكينه وانتزع عيني أخيه قائلا: لم تعد لك عينان، فدع العدل يعينك. شكر الأخ الأصغر الله على الرغم من كل الأحداث التي وقعت له، وقال: لقد فقدت عيني من أجل العدل الإلهي، لكن أتوسل إليك يا أخي، أعطيني قليلا من الماء في إناء كي أغسل جراحي، وأخرجني من هذا المكان إلى شجرة الصنوبر قرب الينبوع قبل أن تتركني. ففعل الأخ الظالم ذلك وأعطاه الماء قرب ينبوع الماء. هناك مكث الأخ المنحوس جالسا على الأرض، غير أن بعض الجنيات جئن إلى الينبوع، وقالت إحداهن للأخريات: هل تعلمنا يا إخوتي أن الإبن الملك قد أصيبت بالبرص، وأن الملك قد استدعى جميع الأطباء، لكن لم يتمكن أحد منهم من تقديم العون لها، ولو كان يعلم الملك لأخذ القليل من هذا الماء الذي نغتسل فيه ومسح به ابنته، وسوف تشفى من البرصية في غضون دقائق قليلة. وعندما بدأ الديك بالصياح، عجلت الجنيات بالذهاب، وما إن ذهب حتى تلمس الرجل المنحوس طريقه ببطء حتى وصل إلى الينبوع الماء، وهناك مسح عينيه فعاد له بصره، ثم ملأ الوعاء بالماء وهرع إلى الملك الذي أصيبت ابنته بالبرص، وقال للخدم: جئت أداوي ابنة الملك.
ولعله يأذن لي بالمحاولة، وأنا أضمن أن تشفى في يوم وليلة. حين سمع الملك بذلك أمر بأن يسمح له بالدخول إلى غرفة الفتاة، فجعلها تستحم بالماء على الفور، وعادت الفتاة سليمة معافاة. فرح الملك كثيرا وأعطى الأمير الشاب نصف ممتلكاته ابنته كزوجة، فبات الصهر الملك والرجل الأول في المملكة من بعده. انتشر النبأ هذا الحدث العظيم في أرجاء المملكة، وحين بلغ مسمع الأخ الظالم خمن في الحال أن أخاه أعمى، لا بد أن حدث شيء جيد له تحت شجرة الصنوبر. فذهب إلى أخيه ليعرف السر، وعندما ذهب إلى القصر اعتذر لأخيه وطلب منه أن يسامحه، فسامحه الأخ الأصغر. بعد ذلك سأل الأخ الأكبر أخيه عن السر، فحكى له الأخ كل ما حدث له، وقال أن الجنيات هناك تعرف كل أسرار المملكة. ذهب الأخ وجلس تحت شجرة الصنوبر منتظرا مجيء الجنيات، وحين حل الظلام عادت الجنيات من جديد. وعندما كانوا يغتسلون قالت إحداهما: ابنة الملك شفيت، فلا شك أن أحدا كان يسترق السمع لحديثنا الأخير هنا، ولعل أحدا يسترق السمع في هذه اللحظة، فدعونا نتأكد. وهكذا فتش الجنيات في كل مكان، وحين وصلوا إلى شجرة الصنوبر وجدوا الأخ الظالم الذي أتى يسعى وراء الحظ، والذي لم يكفي عن القول إن الظلم أفضل من العدل، فأمسكوا به في الحال ومزقوه وقتلوه شر قتيلة. وبذلك فإن شره لم يفيده في الآخر الأمر، ودفع الثمن اكتشافه أن العدل أفضل من الظلم. أصدقائي، شارفت قصة على الانتهاء. إن أعجبتكم فادعمونا بإعجاب واشتراك وتفعيل الجرس. شكرا وإلى اللقاء. وتركه وحيدا تحت شجرة الصنوبر.